السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان فاعل ملحد مش بيعمل بأي إله خالص في الكون. الراجل ده خدته بجلالة لأن هو معروف أو عايز يتعرف، كان معتاد يعني، فطلب بنظرة أي حد، قال هاتوا لي أي حد من المجانين اللي بيقولوا إن في إله للكون ده، ما إحناش شايفين ولا نعرف عنه أي حاجة. فالناس بقت تجري على أي عالم ويكلموه، ففي عالم مسلم اهتم بالموضوع وقال لهم ماشي، بس بشرط إن هو يحدد المكان ويحدد الزمان ويحدد كل حاجة عشان يكونوا موجودين أغلبهم من أتباعه يسمعوا الكلام بينا وهيحكموا هم بنفسهم وهيعرفوا فين الصح وفين الغلط. أنا موافق. وفعلا تحدد المكان وتحدد الزمان وجم الناس وكله قاعد واجتمع واستنى. الراجل الملحد قاعد جامعة المناظرة، الوقت عمال يعدي. طبعا الملحد جاهل فمتسرع بيحكم على الامور من غير ما يسيب خط رجعه، عشان هو اذكى الناس وعشان هو بيفهمها وهو طايره. قام نط بسرعه مسك المايك وفضل يهلل قدام الناس كلها، شفته مش قلت لكم او خاف او مش هيجي، بصوا الساعه كام. حاضر الراجل العالم ودخل عليه وهو بيقول انا كنت عارف ان هو خايف وانا متاكد ان هو خايف وان هو ما عندوش حجه ولا حاجه، وبيكمل عشان يقول ده الدليل ان الكون ملوش اله. والعالم عشان هو عالم كان قاصد يعمل ده، عارف ان قدامه ده جاهل، واحد بيقول مفيش اله في الكون فده متسرع وجاهل، فلما اديله سنه كده عشان هو ايه هيطلع الطلعه بتاعته وهيحكم على الامور بسرعه جدا ومش هيدي لنفسه فرصه ان هو ممكن يبقى فاهم غلط او في ظروف او في اي حاجه مش فاهمها. لا هو مقتنع انه فاهم كل حاجه، الكون ده ملوش اله كده. هو ناس حكمت بسرعه جدا، قالت ان الانسان ده اصله ابدا من نظريه داروين. هو داروين نفسه قال ان هي مفيش دليل قاطع عليها، داروين نفسه ما قدرش يثبتها، هم بقى اقتنعوا بيها وقالوا ايوه الانسان اصله ابدا. دخل عليه العالم خد منه الميكروفون اعتذر للناس كلها، انا اسف ان انا جيت متاخر بس انا ما لقيتش حاجه توصلني، انا كنت واقف على البر التاني بالميه ومش لاقي اي مركب يعديني الناحيه التانيه، وانا واقف عمال بدعي وبقول يا رب انا كده هتاخر. فببص لقيت خشب عايم على الميه وشويه مسامير عايمه على الميه، والخشب بقى عمال يتلم ويتجمع لحد ما بقى في قارب قدامي جاب حد عندي، رحت راكب جابني الناحيه التانيه واديني لسه واصل له دلوقتي حالا. والتاني مره الجاهل الملحد قام نط ما صدق، قعد يقول لهم شفتوا مش شفتوا ده مخابير، دول مجانين، قارب ايه ده اللي اتكون لوحده، مصابيح ايه دي اللي بتعوم على الميه، قارب ايه اللي هيجي له لحد عنده، ده احنا بنعمله بايدينا وبيغرق بينا ومبقاش متوازن، ازاي كل ده اتعمل بتوازن رهيب كده من غير ما حد يصنعه ولا مهندس يعمله. وفضل يقول ازاي 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 كتير. فالعالم اللي بيفهم اللي عارف ان الكون ده ليه اله ابتسم له ابتسامه ظريفه جدا كده، ابتسامه المنتصرين، وقال له انت واقف عمال تقول عليا مجنون عشان خاطر انا بقول ان الخشب جه لوحده واتكون لوحده واتعمل قريب لوحده من غير ما اي حد يصنعه. طب تقول ايه في واحد زيك بيقول ان الكون ده بجبال ومحيطات والارض والسماء اللي مرفوعه من غير عواميد ومن غير اي حاجه خالص، دي معموله من غير صانع من غير اله. طبعا دي كانت بمثابه البوم في وسط الجبهه، والشاهد من هنا ان الفرق بين الجاهل والعالم واضح جدا مش محتاج كلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.